يعني انت شايف ان المشكلة الرئيسية السفر؟ انا ما كنتش فاهمة يعني احنا واقفين فين بالظبط، ولا احنا هنكمل مع بعض، ولا احنا هنفركش بعد 10 دقايق يعني، ولا ايه الوضع، ولا هستناك حتى تيجي عشان نفركس مش فيس تو فيس، ولا هنفضل مع بعض الى الابد ونعيش حياة سعيدة ما يعني زال. المفترض اعمل ايه دلوقتي؟ ما اسافرش؟ بعد ما اتجوزت قررت ان انا ما اقعدش في مصر. بس بعد الثوره حسيت ان في انهيار حصل، يعني صعبه لدرجه ان انت مش عارفه تعيشي. الشباب اللي على النت بيشتمنا الكبار وبيشتم جيلنا وبيشتم، واحنا ايوه عشان هو اتوكس تماما، عشان هو وانت عشان كل حاجه بقى، تقوم احنا اللي بقينا حمير. اتوكس يعني ايه اتوكس؟ يعني انت طول الوقت مكتئبه ومتضايقه من اللي بيحصل، وانا طول الوقت مش عارف اعيش هنا اصلا. خلاص تعالي انت بقى، سيبك من هنا وتعالي سافري انت معايا بره. هي لسه طول عمرك كنت بتقولي ان احنا الجيل اللي هيغير الوضع. اتصدمت فيه. يعني ما فيش فرق بين كل الناس صراحه، يعني مش فارق لا بين الجماعات الاسلاميه ولا الجماعات اليساريه ولا اي جماعه. يا ده عمالك كل يوم تقولي اقعد ما تسافرش، وانت بتعملي كل حاجه تخليني بقى عايز اسافر النهارده مش بكره. ممكن تبصي لي هنا؟ انا بشتغل او ابتدي كارير او بفكر اسافر اساسا، ده مش موجود. انا مش بفكر اسافر او ادرس او كل ده، ده مش هيدفع دلوقتي، مش هيدفع، ما اعرفش هيدفع امتى.